مشروع الفيروز للاستزراع السمكي والصيد هو المشروع الأكبر والأضخم في منطقة الشرق الأوسط، مشروع قومي ساهم بقيمة مضافة في تنمية قناة السويس وشبه جزيرة سيناء، مشروع بيأتي ضمن الفكر التنموي والتنمية المستدامة لتوفير فرص عمل لشباب سيناء وتحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانيات البشرية المتاحة، ده بالإضافة بالطبع إلى تقليل وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك. مزارع الفيروز السمكي بتتكون على مساحة 26 ألف فدان. الموقع الجغرافي هي شمال سيناء وشرق بورسعيد، بيحضرها غرباً ميناء شارع التفيعة، شرقاً محطة كهرباء البخارية بشرق بورسعيد، شمالاً البحر المتوسط، جنوباً الأرض المنطقة الاقتصادية لهيئة قناة السويس. المشروع مساحته 26 ألف فدان، وده أكبر مشروع في الشرق الأوسط وأفريقيا. تم إنشاء هذا المشروع ضمن الفكر التنموي للدولة ولاستغلال الأراضي والموارد البشرية للدولة والتنمية المستدامة لسيناء وتوفير وظائف عمل لأهالينا في سيناء. المشروع بيتكون من أحواض استزراع سمكي، بمساحة 16 ألف فدان، بتتقسم لثلاث مراحل. المرحلة الأولى 3523 حوض بمساحة 9500 فدان. المرحلة الثانية 1810 حوض، من ضمنها 332 حوض مياه عذبة. المرحلة الثالثة دي مرحلة مستقبلية بإجمالي 575 حوض على مساحة 1592 فدان. إجمالي الأحواض الاستزراع السمكي، إجمالي الأحواض 5908 حوض، بتقسم على 60 مزرعة، كل مزرعة 100 حوض، بطاقة إنتاجية سنوية 13000 طن. أنواع الأسماك اللي بنستزرعها، أسماك القاروص والدنيس والطبار والبوري، وفي أسماك المياه العذبة البلطي بجميع أنواعه. المشروع بيتكون من منطقة اللوجستية، على مساحة 2 فدان، وهي مهمتها استقبال الأسماك من الحوض الشرقي والحوض الصيد الغربي. إجمالي الحوض الصيد الشرقي ده مساحته 425 فدان، الحوض الصيد الغربي 5770 فدان. عندنا المنطقة الإدارية، ودي صورتها من الجو. المنطقة الإدارية مكونة من عدد 6 مخزن أعناف بطاقة 6000 طن، في مصنع التلج، في صالة الفرز، في كافيتيريا، في مجموعة المعامل المركزية، في محطة معالجة المياه، توجد شبكة طرق داخلية للإمداد والإخلاء لجميع المزارع بطول 980 كيلومتر، يعني مسافة من القاهرة حتى أسوان، فيها شبكة كبيرة. موجودين هنا معاكم في مشروع الفيروز للاستزراع السمكي، واحنا بنمر في المشروع فوجئنا الحقيقه بقاعات ومحاضرات بتجرى للمهندسين والدكاتره الطب البيطري فيما يتعلق بربط الدراسه والعلم بالتطبيق على ارض الواقع. واسمحوا لي، احنا معانا دكتوره فيولا حسن، استاذ امراض الاسماك بالطب البيطري جامعه المنصوره. اهلا بحضرتك. اهلا بك. يعني بدايه المحاضره اللي
شفناها دلوقتي وصورنا جزء منها، أهميتها للمهندسين والطب البيطري عشان يعرفوا معلومات كتير جدا عن طبيعة التغذية للأسماك وأهميتها قبل النزول لأرض الواقع. محاضرة النهاردة كانت طبعا زي ما انت حضرتك عارفة احنا خلاص تقريبا في نهاية موسم، في بعض الأحواض خلص منها أو لم الإنتاج، فبتحتاج لصيانة ورعاية خاصة ببعض الكيماويات والأدوية عشان نطهرها وتبقى جاهزة بعد كده بداية شهر مارس للاستزراع الجديد. في بعض الأحواض التانية بتبقى لسه موجود فيها أسماك وخاصة الأسماك البحرية، فإحنا إزاي أقدر أعدي بهذا القطيع فصل الشتاء من التغذية الرعاية في المية، إزاي ياخد كل شهر عينات من الأسماك ومن المية ومن القاع الحوض، نحللها إزاي، إيه البرامج العلاجية المقترحة على حسب العمر وعلى حسب نوع الأسماك المستزرعة وطريقة تطبيقها. طبعا كل ده للزيادة أو للاستدامة لهذا المشروع العملاق، تحسين الإنتاجية، تطبيق القواعد الجديدة وكل النتائج الجميلة. ممكن أي مشاكل ممكن تحصل؟ أكيد. طيب. أكيد، والتطوير المستمر. طيب بخصوص كلام حضرتك عن التطوير المستمر، أكيد في مراحل كتير للمشروع وأبرزها المرحلة الثانية لمشروع الفيروز للاستزراع السمكي، عايزين نعرف من حضرتك يعني التخطيط للمرحلة الثانية. ما شاء الله المرحلة الثانية أو للمزرعة به دي عبارة عن 1810 حوض، منهم 332 حوض مزروعين بالفعل أسماك البولت النيلي، بيتغذوا عن طريق محطة تغذية رقم 3 اللي فيها 3 مضخات عملاقة بتغذي هذه المزرعة بالمية العذبة. طبعا زي ما احنا عارفين سمكة البولتي دي معمول لها في بعض البلدان اسوشيشن او بعض الاحتفالات اللي بتبقى كل سنتين لسمكة البولتي بس. سمكة فرعونية جميلة انتشرت في بلاد كتير جدا بتفي احتياجات جميع الفئات المختلفة من الشعب المصري أو شعوب العالم، إذا كان متوسط الدخل أو محدود الدخل أو في ناس بتحبها طبعا من كثير الدخل هنقول عليها. باقي المزرعة 1478 حوض، ودي ما شاء الله يعني بتتغذى من الترعة الرئيسية اللي جاية من البحر مية ملح. سيتم استزراع الحوض الواحد فيها تقريبا حوالي 30 فدان، سيتم استزراعها ان شاء الله في الصيف اللي جاي بانواع الميه اسماك الميه المالحه منها الدنيس، القاروص، ممكن الوقار، معانا الجمبري، الميه العذبه. فما شاء الله مزرعه بهذا الحجم هنقول قفزه من القفزات اللي موجوده في الاستزراع المائي البحري والعزب لتوفير احتياجات ولسد الفجوة الغذائية الموجودة في جمهورية مصر العربية. ويمكن بنأمل إنها منتج هذه المزرعة، لأن احنا طبعا حاليا العالم وان جلوب قرية واحدة، فبتبص علينا إيطاليا، اليونان، قبرص، فرنسا، احنا بنعمل ايه؟ والحمد لله احنا كسبنا سمعة جيدة جدا في الاستزراع البحري اللي موجود في مصر، فيا رب يكون بدرة خير إن شاء الله. تبادل الخبرات مع تصدير هذا المنتج أيا كان في ليه، إن كان بولتي في برضو صالة مزرعة الفيروز أو أسماك بحرية للاتحاد الأوروبي.